من جديد هرمش في تمريره في مكان سليم. هذه خطيره، هذه خطيره، هذه ممكن، هذه ممكن. الفريدي جول 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 جول. الله يا العربي، الله يا النجم المغربي، الله يا العربي. ترجموها اخيرا بعد 58 او 59 دقيقة، يأتي يوسف العربي بهدف هلالي مع الدقيقة رقم 59، الهدف الاول. اول فيها عسمير عبدبيتش، ولكن شوف العربي بعد ما ضاع الكثير، بعد ما ضاع الكثير الفريق الهلالي يسجل في ازادي. بعد ان اضاع كثيرا سجل العربي، النجم العربي المغربي سجل في مرمى بيروسي. واحد